أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. كان اليمنيون ينتظرون طوال العام قدوم شهر رمضان المبارك لما فيه من طقوس يغسلون فيها أرواحهم المنهكة، يعدون قلوبهم للتقوى وأيديهم للتصافح وزيارة أيضا الأهالي، يرفعون قلوبهم إلى السماء ليملأها الله بالسكينة، ويفتحون أذانهم للمآذن لإنعاش قلوبهم بالصلوات والأداعية والابتهالات. ولكن كل ذلك تغير خلال السنوات الماضية، وخاصة هذا العام مع دخول رمضان المبارك في أوضاع استثنائية نتيجة جائحة كورونا التي وصلت لليمن بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان في بعض المحافظات اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، ستكون حلقتنا اليوم من برنامج المنصة عن كيف هو هذا العام رمضان على اليمنيين، كيف استقبلوا رمضان، كيف هي طقوس رمضان مع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، سواء من ناحية الأوضاع الاقتصادية السيئة أو من الأوضاع الصحية وظهور حالات كورونا في اليمن. قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، نذهب لمتابعة هذه التصريحات. يعني بالنسبة للطقوس، يقول لك رمضان مستمرة وفي قلق شوية طبعا من جهة الأمراض هذه العالمية وعلى ما هو موجود في البلاد. سمعت كلام، طبعا البلاد تمر بمرحلة حرب وما حرب واسعار مرتفعه والناس ظروفهم صعبه، كل الانسان يعرفونه، والحمد لله الامور على هذا طيبه ممتاز. الدوله طبعا ما تقصر، الحمد لله جزاهم الله خير في بعض الامور، وان شاء الله كل شيء تمام. طقوس رمضان هذا السنه لا قلت، وانما الناس كانت نفوسهم ممسوكه قليل، والقوه الشرائيه مثلا عند الناس قلت، تحرك الناس في الاسواق في الشوارع في المسائل قلت، مش كما كل سنه. الأمور يعني هذا أجبر وعي من الناس أنهم لا ما يكون عندهم اختلاط كثير، ما يكون عندهم نزول للضرورة، اختلاطهم أقل. ومش يعني عشان قلت إيه سببها؟ الغلاء، كورونا، تسكير بعض المنافذ، مفتوحة، وسببها من قلة دعم الحكومة للأسواق وللمواطن. ما فيش يعني العام غير والعام غير، كل سنة رمضان يختلف عن رمضان بسبب ايش؟ قلة المصاريف عند الناس. يعني انا كنت اجيب العام 2 ضيوف، اليوم ما اقدرش اجيب 3 ولا 1 ولا شيء. بسبب ايش؟ ما فيش رواتب عند الناس، قلة المصاريف، الغلا زاد، كل شيء زاد. يعني بسبب من؟ تعنت الحكومة. يعني كذا واضح على البلاطة، سبب من؟ الحكومة. الحكومة فاشلة. والله بعضها كذا قلت بعضها، لكن تم السابرة حتى قللوا ولا الخلق شوي، يعني بدين ما هم خلق وايدين خلق شوي. مثلا كما واحد تقول يعزم مثلا عنده 200 نفر 300 يقلل من قليل قليل، بس تمت الا حاي بسيطة، بس تمت الرعش قليل. والغلاء على وايد هذا المرة ذي السنة ذي. يعني نعم تغيرت يعني في الأوضاع هذه، في سبب المشاكل ولا سبب الوضع يعني حاليا، لكن إن شاء الله نتوقع يعني في بعد العسر يسر إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونتمنى لليمن وأهل اليمن أن يكونوا في أحسن حال إن شاء الله. في سبب كورونا كثير يعني في هذا الوضع، يعني في خوف يعني بسبب الحجر الصحي، يعني في اشكال كثيره يعني تغيرت في هذا الوضع، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالخير والامن والامان باذن الله الواحد الاحد. والله سببها المرض الوباء المنتشر في العالم كله، كورونا والأوضاع والحروب والدنيا بغت صبر ودعابس. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم هذه التصريحات من المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، نبدأ الآن باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. ومعنا من صنعاء عبير العامري. عبير هي زميلة صحفية وأيضا ناشطة شبابية. مرحبا بك عبير، مساء الخير. مرحبا أمل، مساء الخير. أهلا بك.
عبير، بما أنك صحفية وأيضا تعيشين في صنعاء، ما الذي تغير هذا العام؟ كيف أثر الوضع الاقتصادي وأيضا الصحي وخاصة ظهور كورونا في صنعاء على طقوس رمضان وعلى أجواء رمضان؟ إحنا الأمل تغيرت كثير من المظاهر، زي ما احنا شايفين انه الان جائحة كورونا انتشرت بالعالم كامل مش بس على مستوى اليمن. فاصبح الكل خائف حتى انه يعود بعضه او يزوروا بعض. من قبل كنا دائما برمضان يعني في زيارات عائلية، في كانت دائما سهرات بتقام، في امسيات جميلة كانت، لكن في ظل الوضع الحاصل أصبح الخوف يعني لدى كل مواطن يمني. وأعتقد بالذات الناس اللي عندهم الوعي، يعني نسبة الوعي مرتفعة، خائفين من انتشار المرض. أيضا حصل تغير من ناحية اقتصادية، والشيء هذا بيحصل يعني من سنة لأخرى، السنة اللي راحت السنة اللي قبلها. بيتغير رمضان، مش بيتغير رمضان بالأصح، الروحانية هي موجودة داخل قلوبنا والشغف للشهر المبارك هذا، وإنما من ناحية الاقتصادية أصبح اليمني عليه ثقل وهم وهموم وهم مصاريف البيت والأشياء هذه الأساسية، حتى أصبح أحيانا يعجز أنه يوفرها. فقلت الفرحة نوعا ما داخلهم، مش زي زمان كان يجي كذا والأشياء ميسرة لهم والأمور المالية تمام لا بأس بها. أما الآن فأصبح خوف من الجوع وخوف من المرض وخوف، يعني مخاوف كثيرة بيعيشها المواطن اليمني تقريبا من بداية الحرب إلى الآن. نعم، وأيضا كان هنالك شكوى من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثوا عن استغلال التجار لهذه الظروف برفع الأسعار، وأيضا استغلوا أيضا عدم وجود رقابة أو وجود دولة لضبط الأمر. حقيقة تعرفي عمل إنه حتى على مستوى مثلا المحلات التجارية الصغيرة تلاقي هنا مثلا سعر السلعة تكون بكذا، هنا يرفع أكثر، فتحسي إنه ما فيش أبدا أي رقابة عليهم، والمواطن ضايع يعني بالنصفين، مش داري كيف يتصرف ولا كيف يعمل. ارتفاع السعر الغذائية والمواد الغذائية برضو هذا أثقل عليه تماما، والتجار ما يرحموش، مع إنه المفروض إنه الآن إحنا بوضع يعني وضع صعب جدا، المفروض ان احنا نتراحم بيننا، وخاصه الان شهر رمضان شهر الرحمه وشهر المفروض العطف والصدقه يعني الاعمال الخيريه المفروض انها تكون شهر رمضان، لكن احنا ما نشوفش هذا الشيء ابدا حاليا. لا ادري ما السبب. نعم عبير، إذا عدنا للحديث عن طقوس رمضان وتحدثنا بالذات عن الطقوس الروحانية من أذان وابتهالات وإقامة الليل، الآن مع الوضع الصحي وإغلاق المساجد، إن كنت تؤكدي لي هذه المعلومة، هل تم إغلاق المساجد في صنعاء؟ أيوة تقريبا. شوفي يعني كيف أثر هذا الوضع على الطقوس الروحانية لرمضان المعتادة كلها؟ أيوة أنا بكلمك الآن، من قبل طبعا كنا نصلي عادي صلوات التراويح والأشياء هذه، لكن منعوها لأسباب سياسية أنا مش عارفة كيف، وإنما الآن حاليا فعلا حصل إغلاق للمساجد، لبعض الأسواق بحكم أنهم يعقموا الأسواق، ومع ذلك في ناس كذا ما فيش عندهم وعي، يعني تلاقيهم زي اللي بيتحدوا الفيروس ويخرجوا. يعني أنا أتمنى أنه يكون في عند الناس وعي، أي حد يسمعنا الآن يعني يلتزم بالحجر والصحي ويجلس ببيته، يعني لصحتنا وصحة البلد هذا كامل. نعم عبير، أيضا كان خلال السنوات الماضية مع تدهور الخدمات وخاصة التيار الكهربائي، كان الناس يعوضون بقضاء وقتهم بالزيارات بخروج الأسواق، كيف الآن يقضي اليمنيين، كيف يقضي المواطنين أوقاتهم في المنازل مع غياب التيار الكهربائي أيضا؟ شوفي الآن الحمد لله في الطاقة الشمسية عوضت يعني عوضا عن الكهرباء، مع إنه الآن أمطار فغالبا بتطفى على أغلب الناس الطاقة الشمسية، فأعتقد إنه يمكن يناموا، ما أعرف كل بيت يمكن لها طقوسها. فعلا زي ما قلت لك بالبداية قلت الزيارات، يعني إحنا كنا بنقضي زي ما قلتي أنت إنه فعلا إحنا كنا بنخرج دائما بنقضي بالأسواق بالجوامع، حتى يعني بنصلي التراويح بعدين يعني نلتقي مع الأصدقاء مع الجيران مع الأهل يوميا تقريبا. الآن قلت هذه المظاهر، الأغلب جالس في البيت، في ناس في بنات أشوفهم يعني يخرجوا الأسواق، لكن مش زي قبل، حتى لما يخرجوا خايفين، يعني خايفين جدا من المرض.
ربما الخوف هذا موجود عبير عند الأسر التي لديها وعي بخطر الفيروس، ولكن للأسف هنالك بعض الأسر كما شفنا أو بعض الناس كما شفنا في صور قام الناشطون بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، عندما يعلنون عن حالة في مكان ما يذهب الجميع لمشاهدة الحالة المصابة بكورونا، وهذا كان المضحك المبكي. عبير أشكرك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، نورتيني اليوم في الحلقة، شكرا جزيلا لك يا عبير. مشاهدينا الكرام، الآن اتصال آخر من مصر هذه المرة، معنا غسان البذيجي. مرحبا بك غسان، صديق البرنامج الدائم. أهلا وسهلا بكم أستاذ أمل، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى شعبنا الصابر. علينا وعليك غسان. هذا العام يأتي رمضان وهنالك ربما عشرات أو نقول مئات الأسر العالقة، الأسر اليمنية العالقة في القاهرة كانت هنالك للعلاج ربما ولم تتمكن من العودة إلى اليمن بسبب الأوضاع والحظر، كيف هو الوضع؟ نعم، للأسف كثير من العالقين اليمنيين هنا، المرضى طبعا أغلب اليمنيين اللي يأتوا لمصر للعلاج، ما حد يأتي من اليمنيين للسياحة الا او الدراسه. طبعا العالقين اليمنيين الخاصه المرضى هنا اكثر تقريبا من 4000 عالق، ووضعهم مأساوي للاسف، ويعني كثير اطلقنا مناشدات ولكن للاسف لا ما في حد مجيب، غير انه السفاره قامت بمبادره لتوزيع يعني اغذيه واشياء زي كذا يعني السلة الغذائية. نعم. لكن الناس طبعا يعني باعوا اللي قدامهم واللي وراهم عشان عقبوا تعالجوا، وبالاخير خلصت اللي معاهم عشان يشتوا يرجعوا يسموا بلدهم. نعم، غسان كانت هنالك في الفترة الماضية. نعم غسان، كان هنالك في الفترة الماضية أخبار تتحدث عن قيام بعض محافظي المحافظات كمحافظ شبوة أو مأرب بصرف مبالغ مالية لهؤلاء الأسر العالقين في مصر، هل تم صرفها؟ هل لديك معلومات عن إن كانت شهرية؟ نعم، بس فيها قليلة جدا، والمبالغ طبعا حتى لو هي من $1000 ما بتأتي حق الإقامة ولا حق الإيجار ولا حق الصرفة، يعني وضعهم مأساوي للأسف. أنا شاهدت فيديوهات ونشرناها مواقع التواصل الاجتماعي لنساء من توفى عليها والدها ولم تستطع أن تراه، بس نحن الآن مش هي أطلقت رئاسة الوزراء قالت بأنهم سوف يعملوا، ووجهوا المحافظين أنهم بيعملوا بكل محافظة مناطق عالقة بحجر صحي، ولكن لم يتم هذا قبل شهر تقريبا، ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل. نعم غسان، دعنا نتحدث عنك، أنت يمني مقيم في القاهرة وأيضا طالب، ربما طالب دراسات عليا، غسان كيف هو وضع الطلاب الآن مع الأزمة والمشكلة الدائمة، مشكلة الطلاب بتأخر الرسوم والمستحقات؟ نعم طبعا الطلاب وضعهم مأساوي ايضا، انت عارفه انه حجر صحي واكثر تقريبا احنا داخلين على الشهر الثاني، وقطع للارباع والمساعدات الماليه منذ اكثر من 6 إلى 7 أشهر، تفاقم الوضع المأساوي، يعني اللي كان حتى بعض الطلاب مثلا اللي هم خاصه بالاختصاصات الطبيه بيشتغلوا بجانب الدراسه، الان خاصه اللي هي التخصصات اللي هي يعني مشطارية، فوقفوا كلهم في البيوت، يعني حتى اللي هو كان يمشي حاله في الوضع العادي الان خلاص، فوضعهم مساوي للطلاب بشكل عام. يعني انا اقول لك الان رئاسه الوزراء قالت انهم وزاره التعليم العالي انها ارسلت المساعدات الماليه للملحقيه الثقافيه، ولكن لم نرى اي شيء لحد الان. نعم، إذا غسان البذيجي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك غسان، نتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، هذه المرة الاتصال من تعز، معنا محمد المياس، مرحبا بك محمد، مساء الخير. مرحبا بك يا أمل، ومرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان إن شاء الله.
أهلا بك محمد، كيف هو الوضع في تعز خاصة مع الحديث عن ظهور حالة كورونا في تعز؟ هل هنالك وعي من الناس بالتزام البيوت؟ هل أثر ذلك على طقوس رمضان المعتادة كل عام؟ الحياة في مدينة تعز تسير كما هي. ربما هناك نوع من الخوف والرعب أوسط المواطنين، لكن الحالة المعيشية هي التي أجبرت المواطنين على أنهم يعيشون الأجواء كما هي، رغم انتشار الفيروس والذي يعتبر فيروس قاتل أخاف العالم بأكمله، إلا أن هنا في مدينة تعز ما زالت الأجواء كما هي. هناك فقط بعض المساجد التزمت بعدم الصلاة في صلاة التراويح في خلال شهر رمضان. أما الأجواء الشوارع مزدحمة، الوعي غير موجود. ربما يكون هناك وعي، لكن حالة المواطن التعزي واليمني بشكل عام يعني تجبره على أن يستمر في عمله، كون أيضا دخل المواطن اليمني دخل يومي معتمد على الدخل اليومي، فصعب جدا أن يكون هناك نوع من انتشار يعني أنه يلتزم المواطن بالحجر المنزلي. نعم محمد، رغم كل هذه الأوضاع والظروف التي تحدثت عنها، ما هي الطقوس إن وجدت التي ما زال اليمنيون يحافظون عليها ويستطيعون القيام بها في ظل كل هذه الظروف الصعبة؟ بالنسبة للشعب اليمني فهو للعام السادس يستقبل رمضان في ظل الحرب التي بدأت سنة 2015 وسط تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. فهذه الظروف التي يعيشها المواطن اليمني وخصوصا المواطن التعزي بسبب الحصار المفروض على المدينة يعيشون أوضاع معيشية صعبة. طقوس رمضان هذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية من خلال عدم وجود صلاة التراويح في العديد من الأحياء في مدينة تعز. أيضا الأجواء الروحانية، وجود الخوف في الشارع التعزي من انتشار الفيروس أدى إلى وجود رمضان غير رمضان الماضي وفي السنوات كما هو في السنوات الماضية. بالنسبة لرمضان، كيف سيكون رمضان هذا العام والمواطن اليمني يعيش حالة من الرعب في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل وهو يعلم بأنه يعيش في دولة فقيرة أنهكتها الحرب ودمرت منشآتها الصحية ولم تعد تحتمل أي كارثة إضافية؟ ربما محمد أيضا اليمنيين لم يعدوا يخافوا من الأمراض والأوبئة على قد ما يخافوا من الوضع الاقتصادي السيء، انقطاع الرواتب والوضع المتدهور. إذا محمد المياس كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك محمد، ونتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض التعليقات التي وصلتنا عبر الواتساب. افتقد اليمنيون في هذا رمضان أنه الأماكن التي كانوا معتادين على قضاء تلك الأوقات الجميلة فيها شردتهم الحرب عنها. الواحد منهم لا يستطيع الوصول إلى المكان أو مسكنه أو حيه، وكذلك افتقدوا النسيج الاجتماعي من الصلات وكذا بسبب هذا الأمر كذلك وهو الحرب، فقد تفرقت الأسر وقد تفرق الأحباب والأخلاء في هذا. افتقد اليمنيون كذلك في رمضان هذا الإخوة والآباء ويعني الأقارب الذين حبسهم مرض كورونا في المهجر ولم يستطيعوا الوصول إلى آبائهم كما اعتدنا وأسرهم، كما اعتدنا في كل رمضان أن نستأنس برمضان بوجودهم. افتقدنا كذلك في هذا رمضان موضوع الطمأنينة، أنه ما فتئ مرض كورونا والقلق من هذا المرض أنه في أي لحظة من اللحظات قد تقلق علينا الاجتماعات وتقلق علينا المساجد والجمعات والجماعات، وهذه الأشياء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتهنى بها فيما بقي من رمضان وفي الأعوام القادمة. نحن متعودين في كل سنة في رمضان أن الأهل والأقارب أن ينزلوا إلى اليمن ونعيش أجواء رمضان سعيدة جدا، لكن في هذه السنة في ظل الظروف الراهنة في انتشار فيروس كورونا لم يستطيعوا العودة إلى بلادهم، والسبب يعود إلى ذلك انتشار فيروس كورونا وغلوق أغلاق الحدود التي تنزلهم إلى اليمن، لكن إن شاء الله
تعود الحياة. إذن كما ذكر المواطنين في هذه التصريحات، كرر الأغلبية أنه الناس افتقدوا في رمضان هذا للطمأنينة، افتقدوا أيضا للطقوس الروحانية وأيضا لعودة المغتربين. وبهذا الخصوص معنا الآن نبيل الفقي وهو يمني مغترب في السعودية. نبيل صديق البرنامج الدائم، مرحبا بك نبيل. السلام الله عليكم وشهر مبارك على الجميع إن شاء الله. علينا وعليك نبيل، أنت في السعودية من كم سنة؟ متى آخر مرة خرجت اليمن؟ والله تقريبا خرجت إلى مأرب قبل سنة تقريبا. كنت متعود رجعت تقضي رمضان مع الأهل في اليمن؟ والله أكيد مشتاق واحد للأهل رمضان، رغم أننا لا نستطيع أن نعود إلى مناطقنا بسبب سيطرة الحوثي عليها وعملنا الإعلامي. يعني سيطرة الحوثي كان سبب المنع في السنوات الماضية، الآن يضاف إليه كورونا. أكيد يعني كان الآن صار مزدوج، يعني كان الحوثيين هم السبب. قد نستطيع أن نعطيهم بطريقة أخرى وكذا، الوالد الوالدة والأهل، لكن مع الفيروس الآخر، إذا كان الفيروس الأول سلالي هذا فيروس آخر يضاف إلى معاناة اليمنيين في هذا العام، فيروس كورونا. كثير من المغتربين، كثير من كانوا أصلا المدارس انتهى دوامها الرسمي السنوي، يريدون العودة إلى مناطق إلى اليمن، لكن فيروس كورونا وإغلاق المنافذ زاد من المعاناة. في معاناة أخرى كذلك، أغلب المغتربين اليمنيين هم في شركات عاملة في السعودية، أغلقت الشركات بسبب من حضرت الجوال وغيرها وتأثرت، والآن هم يعني بلا عمل ولا يستطيعون حتى أن يرسلوا أموال إلى اليمن، وهذه معاناة أخرى بالضبط. نعم نبيل، أنت تتحدث عن معاناة المغتربين مع وضع الحاضرة وكورونا. كان يعتبر رمضان بالنسبة للكثير من المغتربين في السعودية موسم جيد للعمل. هذا العام مع وجود الحاضر والوضع مع كورونا، بالتأكيد أنه أثر على وضع الكثير. هل تعرف قصص من هذا النوع؟ هل هنالك مغتربين تأثروا من هذا الوضع؟ طبيعي جدا ان يعني يتاثر، يعني انقطاع رواتب بعضهم، وكذلك صار المغترب كثير من الاسر هو العائل الوحيد لهذه الاسر، وطبيعي جدا عند حضره الجوال واغلاق بعض الشركات وكذا بسبب تفشي فيروس كورونا يتاثر المغترب، ويتاثر حتى من هم في الداخل بسبب ذلك. والكل يعلم ان المغترب يعتبر ثروه اضافيه للبلد بسبب سوء الاقتصاد في البلاد، وما فعلته الحوثي وما فعله الحرب وما يجري في اليمن، صار المغترب هو العائله الوحيد وهو الثروه وهو كل شيء في الاسره، ومعتمدين اعتماد كلي عليه. قد يكون والد احد المغتربين مثلا مدرس انقطع راتبه، قد يكون من اسرته من هو موظف في الكهرباء في اي مرفق حكومي انقطع راتبهم من قبل سنوات، والكل يعرف ما تعطيهم الميليشيات الا لكي يعني يعيشوا بقايا ربع راتب ونصف راتب في 3 اشهر، فهو العائله الوحيد. فصار المشكله مشكلتين، مشكله حوثي ومشكله كورونا، وكذلك الاضافه الثالثه توقف الكثير من الناس في اماكن سكنهم للاجراءات الوقائيه، وبعض الشركات لا تعطيهم الا مصاريف شخصيه، وهذا طبيعي جدا، يعني ما ليس مستغرب. المستغرب هو عدم يعني غياب الدور الحكومي وغيره. يعني نعم نبيل، ايضا كان من طقوس رمضان كل عام وعاداته ان المغتربين المغتربين الذين بدون اسرهم يجتمعون للافطار مع بعض. الان مع الحظر والجلوس كما ذكرت في البيوت، كيف هو الوضع؟ انت مع اسرتك نبيل ولا لوحدك؟ نعم مع اسرتك، عايش في السعوديه ولا مغترب لوحدك؟ لا مغترب لوحدي، لكن شكلك تعلمت الطبخ. كان رمضان قبل سنوات مثلا في اليمن في التسعينات في 2000 في كذا، كان اغلب المغتربين في المحافظه، لم تبقى السعوديه بعد حرب الخليج وخروج اليمنيين وغيرهم في حرب الخليج،
كانت اغلب الاسر عندما يغترب الرجل في محافظه اخرى، في عدن، في حضرموت، في اماكن اخرى، في صنعاء، ياتي رمضان يجمع الاسره باكملها، وكانت عاده يمنيه ان ياتي كل الناس يجتمعوا في رمضان. لكن اتت الاوضاع واتى الاغتراب واتت الحوثي وفرق كل ممزق، فصار البعض المائده اليمنيه، هناك من هو مفقود، وهناك من هو اسير، هناك من هو شهيد، هناك من هو مغترب، هناك من هو طريق في محافظات اخرى، يعني الوضع على بعض يعني صار. فالاسره اليمنيه والاسر اليمنيه قليل تجد منهم من يجتمع على مائده واحده، لكن اغلب الاسر صارت صار رمضان غير، فكان فالناس يتمنون رمضانات السابقه في التسعينات و2000 الى 2008 2010 وغيره. وهذه هذه يمنية في اجتماع الناس وتراحمهم والزيارات الرمضانية وروحانية رمضان، خاصة في سواء في المدن بطبيعتها أو في الأرياف التي هي أجمل ما يمكن فيها، خاصة عندما يأتي رمضان في فصل الصيف والأمطار والزيارات الليلية والزيارات العائلية وإقامة بعض الناس الموالد وغيرها، وهذه كانت نكهة رمضانية يعني خاصة في اليمن وغيره. لكن مع الوقت صار أنا أتكلم من السعودية وأنتم في تركيا والمستمع في اليمن وفي يعني صار الوضع على بعضه مأساوي جدا. نسأل الله أن يلم شملنا وأن وهذه إن شاء الله في هذه الأيام ندعو اليمنيين للدعاء أن يخارج بلدنا وبلاد المسلمين وكل الإنسانية من سواء من هذا الوباء أو يخارجنا من الوباء الآخر الذي يتمثل في الفيروس السلالي. يا رب يا نبيل، وكان الله في عون الجميع. إذا نبيل الفقيه كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك يا نبيل. مشاهدينا الكرام، الآن معنا اتصال هذه المرة من روسيا، معنا رمزي الأجعش. رمزي مرحبا بك. رمزي مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير، شهر كريم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ينعاد علينا وعليكم على وطننا الحبيب بالصحة والعافية. وأنت بألف خير رمزي. ربما المغتربين في الدول العربية والإسلامية ربما يعيشون أوضاع أو طقوس رمضان كل عام بخلاف أنتم في الدول الأوروبية والغربية، كيف هو الوضع هذا العام خاصة مع كورونا والحاضر؟ كان الحمد لله يعني في السنوات الماضية يأتي رمضان لجمع شمل الطلبة اليمنيين أو القارية اليمنية في روسيا، بحيث أنه يكون في مواد إفطارية يعني تجمع مجموعات ويعني نشوف بعض ونزور بعض، ويعني نحاول أن احنا نصنع جو رمضاني مشابه إلى حد ما الجو في اليمن. لكن هذه السنة طبعا رمضان مختلف على الكل، يعني سواء في اليمن أو خارج اليمن، وخصوصا هنا في روسيا مثلا أو البلدان الغربية أكثر صعوبة، خصوصا في ظل هذه الجائحة، وأيضا استمرار معاناة الطالب اليمني في الخارج بشكل خاص في ظل إسقاط مستحقات الطلاب، تأخير الرسوم الدراسية، تأخير المستحقات المالية، أضافت معاناة إلى المعاناة التي نحن فيها في ظل هذا الوضع. وضع حظر تجوال إلا للحاجات الضرورية، يعني السوبر ماركتات للحاجات القوت اليومي فقط. فما عاد هذا الجمع الرمضاني السنوي أو تحس أنك في جو رمضاني مقارب لليمن، هذا الشيء للأسف نفتقده هذه السنة وبقوة. نعم رمزي، كان بالحديث عن المستحقات وعلى وضع الطلاب في الخارج والمبتعثين، كان هنالك معنا حلقة عن هذا الموضوع خصصناها عن الطلاب المبتعثين وتأخر المستحقات قبل رمضان ربما بأيام، وتحدث الطلاب عن تأخر المستحقات لثلاثة أرباع، وعقب الحلقة كان هنالك تصريحات من مسؤولين تعد بقرب صرف المستحقات، كيف هو الوضع لهنا؟ هل هنالك من جديد؟ في البداية نشكر جهودكم وتخصيص وتسليط الضوء على معاناة الطالب اليمني في الخارج، بصراحة نشكركم عليه. تجاوبت وزارة التعليم العالي لكنها صرفت ربع واحد فقط، وأسقطت أسماء العديد من الطلبة المستحقين وأنا من ضمنهم، المفروض باقي لي سنة إلى التخرج، أنا الحين في سنة أخيرة، أسقطوا أسماءنا رغم إفادة الملحقية بأننا منتظمين دراسيا وملتزمين دراسيا ومتميزين أيضا، إلا أننا تفاجأنا باستقاط عدد كبير من الطلاب أنا من ضمنهم بدون أي مبرر، بدون أي صيغة قانونية وما شابه.
أضافوا معاناة إلى معاناتنا في هذا الوضع. بالوضع المفروض يعني أنه إحنا في هذا الوضع ما يتم إسقاط أي طالب خصوصا إذا هو منتظم في دراسته. يعني ناهيك عن منح مساعدة للطلاب الذين يدرسون على نفقاتهم الخاصة، الطلاب الذين على وشك التخرج، فأزادوا ضغط ومعاناة إلى معاناتنا اللي إحنا نعانيها. عدم تجاوب بشكل كبير من وزارة التعليم العالي ومن سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو، فهذا كله يعني أجى علينا دفعة واحدة. نعم، الله يرفع عونكم رمزي. إذا شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. شكرا لك رمزي. نذهب إلى إب هذه المرة. معنا اتصال من إب، معنا أحمد الفقي. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. أحمد هل تسمعني؟ أحمد وطي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. أحمد هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا الكرام يبدو أن أحمد لا يسمعني بشكل جيد. إذن نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات أيضا التي وصلت عبر الواتساب. تفتقد اليمن بشكل عام للكثير من الفعاليات التي كانت تحدث في رمضان، الأجواء الروحانية التي طغت مخاوف فيروس كورونا عليها أصبحت بعض الجوامع للأسف مغلقة بسبب مخاوف تفشي هذا الفيروس الذي يقتل العالم من حولنا وبيزال في طريقه إلى اليمن. الكثير من الفعاليات توقفت، الكثير من الفعاليات الدينية والفعاليات كذلك، ارتفاع الأسعار بشكل كبير وسط هذه المخاوف أدى إلى قلة الشعور بالأجواء الرمضانية الجميلة التي كان يعيشها اليمنيين من السابق. نفتقد بتعز كل سنة الأشياء في رمضان، كان من ضمنها الروحانية والطمأنينة بين الناس. وكل سنة مع الحرب كنا نفقد شيء، ولكن في هذا العام للأسف الشديد يزداد الفقدان أزود بسبب جائحة كورونا، ويعني زاد التعز عبئا على عبء، فهي محاصرة وزادها حصارا إلى حصارها المتراكم منذ 5 سنوات. ما نفتقده في هذا في شهر رمضان هذا العام هو الطمأنينة الذاتية بسبب تفشي وباء كورونا، الوباء الفتاك الذي حتى المناطق التي لم يصلها هذا الوباء المواطنين مرعوبين، وأيضا روحانية رمضان وشعائر رمضان بسبب إغلاق المساجد وبسبب غياب بشكل كبير للفعاليات الدينية والمناسك رمضان. وما نعانيه في هذا الشهر هو أيضا كل هذه الأسباب تعود إلى تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى غلاء الأسعار، الغلاء الفاحش للأسعار والأدوات الغذائية والملابس، ونسأل من الله السلامة. أيضا ما زاد الطين بلة هو أننا في العام السادس من حرب وحصار وقصف وتشريد ونزوح، وأيضا أتى هذا الوباء وما فاقم الوضع الإنساني في هذه المدينة المحاصرة منذ 6 سنوات. تغيرت ملامح رمضان في هذه السنة عن السنة الماضية بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم. يعني هنا في تعز يعني توقفت بعض الصلوات في المساجد وتوقفت بعض الأسمار وبعض، وهناك دعوات لوقف الأسواق والتجمعات ووقف يعني منافذ المدينة والتي لم تنفذ إلى الآن. يعني تعز في حالة غير السنة الماضية التي مضت، وهو أنه رمضان فيها الروحانية والطمأنينة، ارتفاع الأسعار أيضا تجعل المواطن يعني تزداد عليه الضغط المستمر في وضع هذه المدينة من الحرب والحصار التي تتعرض له منذ 6 سنين. نتمنى أن يعني أن تتم
أعمال الاحترازات المطلوبة من قبل السلطة المحلية، وهي وقف الأسواق ووقف التجمعات ووقف المساجد وغيرها من السمو، تكون مصفوفة متكاملة من أجل يعني احترازا لهذا. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر كل من كان معي ضيف في هذه الحلقة، وشكر هو موصول لزميلي معد البرنامج الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.